أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه المقابلة الخاصة من برنامج المواجهة، جديد موقع ملاعب التابع لمجموعة الوكيل للإعلام. قضايا رياضية ساخنة نطرحها أمامكم بكل شفافية ووضوح. وقبل البداية يسرني أن أرحب وإياكم بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الكابتن سام دجلس، المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة السلة. كابتن سام، أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا فيكم. نبدأ من الدوري التصنيفي، كيف تقيم أداء الفرق خاصة وأن أندية عريقة عادت إلى الدوري التصنيفي؟ أول شيء طبعا الشكر كله برجع للاتحاد الجديد، اللجنة المؤقتة. إنهم رجعوا حركوا كرة السلة، وهاي الحركة إحنا صلنا فترة مش شايفينها بالأردن وبكرة السلة الأردنية، يعني صلنا 3 سنين مش عمالنا بنشوف دوري قوي. هلأ بدك تحكي على الليفل والمستوى الأندية، أنت بتحكي عن 21 نادي، فصعب تخلي 21 نادي ينافسوا على اللقب زي ما بدك تقول. فإحنا أهم شيء بدنا نعمل كنا كاتحاد إنه بدنا نحرك كرة السلة ونخلي كل الأندية اللي جعبانهم يشتركوا بالبطولة يشتركوا فيها، عشان نشوف اللعيبة، نشوف لعيبة جداد، نشوف شو بيقدروا. فعشان هيك أنا بالعكس انبسطت إنه عملنا دوري تصنيفي، لأنه ساعد الكل وساعد كتير لعيبة اللي ما عمرنا شفناهم اللي قدرنا نشوفهم هاي المرة. دوري تصنيفي وأسماء جديدة، هل لمست وجوه تستحق الانضمام للمنتخب؟ في كم لاعب راح ينضموا لبدك تقول للمعسكر تاع المنتخب، هل راح يكونوا من أول 12؟ لسه ما بنقدر نعرف. لسه عندك عمالقة كتير كبار، أسماء كتير كبيرة بعد مستواهم كتير عالي. فصعب من الوجوه الجداد اللي حاولوا يدخلوا من أول 12، بس راح يعملوا جهد كبير، ويمكن مش هاي الصفية اللي بعديها، الويندو اللي بعديه، يعني في فرص كثير لهم راح تكون. هنالك عتب كبير من الأندية على سام دجلس لغيابه عن مباريات الدوري التصنيفي، ماذا تبرر ذلك؟ أول شيء أنا كانت عندي بدك تقول فترة اللي بنسميها هي الفيكيشن تاعتي اللي بعد مباراة سوريا، واضطريت حبيت أطلع على أمريكا وأعمل كوتشين كلينيك، لأن دائما بحب أطور حالي، وكل ما طورت حالي أنا عمالي بطور اللعبة الأردنية وبطور المنتخب. فأخذت الموافقة من الاتحاد ورئيس الاتحاد إنه أطلع وأعمل هاي الكوتشين كلينيك، وأنضم لمدربين كثير مناح وأتعلم أكثر، عشان دائما إذا الواحد ما تطور حاله صعب يطور حواليه. فأول مباريات راحوا علي، بس بنفس الوقت كانوا في ناس تانيين من أعضاء اللي كانوا يحضروا المباريات ويقولوا لي عنهم، وكانوا دائما يبعثوا لي بدك تقول الستاتس تاعونهم وأشوف مين اللعيبة اللي بيلعبوا منيح مين اللي لا. فبدك تقول أنا بس راح علي أكمل مباراة. هنالك أصابع اتهام تحت، يعني تتحدث بأن سام دجلس يتواجد في مباريات الدوري النسوي، بماذا ترد على هذه الاتهامات؟ أنا بطلع على كل الدوريات، يعني ما أنا أندر 14 بطلع عليه، أندر 16 بطلع عليه، يعني أنا على الكل، يعني أنا بحب الكرة السلة الأردنية وبحاول أطلع على الكل. فقد ما وقتي بعطيني بحاول أحط أهمية لأحضر المباريات الأردنية بأي فئة عمرية، مش شرط. هنالك حديث كبير والشائك في الشارع المحلي وتحديدا لعشاق كرة السلة الأردنية، فضل النجار يغيب عن تشكيلة المنتخب. أول شيء أنا فضل بعرفه من زمان، فضل كأخ وصغير إلي، لعب معي كان معنا من المنتخب اللي تأهلنا على كأس العالم. بس فضل بعد ما بدك تقول كرة السلة الأردنية تراجعت، فضل زي ترك حاله شوية وتساب اللعبة شوية، فصارت شغلات يعني السرعة خفت عنده، شغلات اللياقة تاعته خفت عنه، فهاي اللي منعته ينضم للمنتخب الوطني. وأنا دائما يعني قلت للكابتن فضل، لأنه أنا بالعكس بعتبره من أذكى اللعيبة الموجودين عندنا، بس دائما بدك تكون لياقتك تكون عالية وتكون تتعب على حالك عشان تقدر توصل للمنتخب الوطني. لأنه إحنا ما نحكي عن المنتخب الوطني، نحكي عن أشطر 12 لاعب أردنيين، إن هم كانوا بالأردن أو كانوا بأي محل بالعالم، بس هم أردنيين، هم لازم يطلع لهم يكونوا من أول 12، لأنه إحنا عمالنا بنمثل البلد. بالحديث عن اللاعب المجنس، هنالك غياب كبير، ربما لاعب أو لاعبان حتى في مستوى الدوري، تطلعاتكم لهذا الجانب تحديدا؟ الدوري التصنيفي يعني ما مش شرط كنا نحط فيه لعيب مجنس،
هلا بالدوري ان شاء الله الممتاز في افكار الاتحاد عماله بتفكر فيها، فلسه مش مبين. ان شاء الله بعد ما يخلص هذا الدوري الاتحاد راح يوضح الصوره للجميع على الدوري الممتاز وايش راح يكون بالدوري الممتاز، هل راح يكون مجنس ولا لا، وكيف هي الترتيبات. كابتن سام، للمنتخب الاردني هل ستطالب بلاعبين مجنسين؟ مجنسين انا احنا عندنا لاعب مجنس اللي هو دار تاكر، فانت بس بصح لك لاعب، كل منتخب يطلع له لاعب، واحنا عندنا اللاعب المجنس اللي احنا اخترناه اللي هو دار تاكر ومبسوطين فيه، وهو ما شاء الله يعني مش مقصر معنا وعماله بيعمل كل جهده اللي يمثل الاردن زي كانها بلده. في الدور المقبل للتصفيات المؤهله لكاس العالم ستكون المنافسه مشتعله، برايك هل اللاعبين الموجودين قادرين على تمثيل الاردن بصوره مشرفه؟ اللعيبه اثبتوا لنا باخر سنتين انهم هم اكثر شيء قد المسؤوليه. لولا اللعيبه احنا اللعبه كان كلها تدمرت وكلها يعني وقعت زي ما بتقول، هم اللي استحملوا، هم اللي ضلهم يتعبوا على حالهم، ضلهم يطوروا على حالهم مع انه ما كان حد سائل فيهم، سائل بالكره السله، لولاهم يعني زي ما بقول لك اللعبه كان زمان فشلت، بس الحمد لله انا ثقت فيهم كثير كبيره، واللعيبه بيتعبوا، شو ما اطلب منهم بعطوني، فانا متفائل فيهم كثير، واول اربع مباريات اثبتت انه اللعيب قد المسؤوليه. الجميع لمس بان اللاعبين الاساسيين اللي بيكونوا في التشكيله اعلى مستوى من اللاعبين الاحتياط، كيف تواجه هذه المعضله؟ مش شرط، لانه تفكيري انا بيختلف عن الاساسيين والبنش، البنش له رول والاساسيين لهم رول، وانا اهم شيء انه احط 12 اللي يدخلوا ببعض ويلعبوا لبعض ويمثلوا البلد يعني زي يعني بروح كبيره. انا يعني الروح اهم امرات بتكون من انه اللاعب هذا لعيب اكثر من هذا، لانه اهم شيء اللعيبه كلهم 12 يكونوا على نفس الفكره، على نفس المخ، على نفس الروح، هاي اهم من اي شيء، لانه هاي لحالها بترفعك. الانجازات اعادت الجماهير الى المدرجات، كيف تنظرون الى هذا الجانب تحديدا؟ انا دائما بقول الجماهير هم اهم شيء، والحمد لله يعني مع انجازات المنتخب قدرنا نرجعهم على المدرجات، وهلا مع الدوري التصنيفي عمالنا بنشوفهم وعمالنا بنشوف يعني بدك تقول في حركه بالبلد، صاروا يحكوا باسم السله، رجعنا نحكي باسم السله زي ما كنا لما انا كنت لاعب قبل 2011، يعني الكل كان يحكي بكره السله، وهلا الحركه العماله بشوفها لكره السله كثير حلوه وكثير يعني بدك تقول انه بتعطينا الامل انه السله الاردنيه على الطريق الصح، بس ما في شيء بتغير بيوم وليله، بدها وقت، يعني يمكن ما تتغيرش 100% على اللجنه المؤقته هاي، بس اللجنه اللي بدها تيجي بعديها بدها تكون قد المسؤوليه وضلها ماشيه بالخطط، لانه ما بتقدر ترجعنا لورا، لانه اللجنه المؤقته هلا بلش ياخذوا الخطوات الصح، بس هم عمالهم بحاولوا يشتغلوا شغل اللي ما انشغل قبل 3 سنين. نعم. فهاي يعني الناس بدهم يكونوا زي بدك تقول انهم يستحملوا الاشهر الجايه والسنين الجايه قبل ما ترجع السله تطلع زي ما طلعت بال 2010 وتاهلنا كاس العالم. هل وضعتم مرحله الاعداد للمباريات المقبله؟ ان شاء الله يعني راح يكون اعدادنا قوي، مشكلتنا جاي بفتره شهر رمضان، وشهر رمضان راح يكون كثير صعب على لعبتنا، اليوم كثير طويل، صعب تدربهم بوقت الصيام، فهذا راح يلعب دور كبير كيف احنا راح ننسق تدريباتنا ومعسكراتنا. فهاي يعني راح تكون هي الشغله اللي صعبه بالموضوع، بس ان شاء الله بنكون جاهزين والشباب الكل بنكون جاهزين لمباراه لبنان اللي هي راح تكون 28/6 بلبنان. انت كلاعب واسم كبير على مستوى كره السله الاردنيه ولا ينكر احد ذلك، ما هي النصائح التي تقدمها للاعبين خلال التدريبات؟ اهو شيء انا بقول له دائما لازم يهتم بحاله قبل ما يخلي اي مدرب يهتم فيه. اللاعب اذا ما اهتم بحاله ودار باله على حاله ما حد بيهتم فيه. فدائما بقول للاعب لازم تكون اناني بالفيوتشر تاعتك، بدك تتعب على حالك، بدك تسحب كثير، تركض، تلعب جيم، تروح تشوت، ترجع المساء، لانه تكون لاعب رياضه مش سهله. كابتن سام دقلس المدير الفني للمنتخب الاردني لكره السله، شكرا جزيلا لك. شكرا كثير لكم وشكرا دائما على دعمكم، وان شاء الله بنشوفكم بالايام القادمه ان شاء الله. والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في موعد رياضي جديد، دمتم بخير.